عاودلينا شنو هو المشكل ديالكم؟ والاخت ديالنا اش غنقول لك، المشاكل كثيره، حيت عندنا ما يمكنش تحصر المشكل ديال الخمس سنين في واحد جوج دقائق ولا ثلاثه. المهم باختصار، المشكل اللي وصلنا ليه حاليا حنا دابا كنتسالوا واحد 10 شهور، وكاين اطور اللي واصله العام في الاداءات ديال الاجور. هذه كندوي على الاداءات اللي خاصها تكون نورمالمو حق. عندك كونطرا مع الشركه الخدمه مقابل الاجر، حنا ما لمسناش هذا الشيء مع الشركه هذه. كيفاش نتوما خدامين 10 شهور وما مطالبينش بالاجور ديالكم؟ كيف يعقل انكم خدامين مستمرين وما كتخلصوش؟ كانت وعود من الشركه بان كل مره كيعطيوك وعود بان الامور غتسوى، كيعطيوك مثلا افونس على واحد الشهر وكيسترجوك لواحد شهرين ولا ثلاث شهور اخرى ما كتخلص. هذا اللي ادى هذا التراكم ديال الاجور هذه. كيعطيك شهر مثلا ولا كيعطيك نص شهر ولا كيعطيك افونس وكيماطل شهرين ثلاث شهور هذه. وكانوا وعود كما سبقت وذكرت بان الوضعيه في كل شهر ولا شهرين كيقولك من هنا لشهر ولا شهر الاخر غادي تسول الوضعيه، غادي نديروا مثلا هاد البروسيدير ولا غنديروا هاد نجيبوا هاد الفلوس من عند الموردين ديالنا ولا عند الكليان ديالنا وغنخلصكم غتقاد الامور غتقاد هذه. لحد الساعه حنا باقيين واحلين. والنشاط ديالكم شنو كتتزاولوا في هذه الشركه؟ هذه الشركه ديال في القطاع ديال الصناعه الحديديه الثقيله، الانتاج ديال الحديد، الصناعات الثقيله في الحديد. عندنا لي كونطرا ديالنا مع لو سي بي، مع شركات كبار، مع لو سي بي، مع لي سومونتري، مع اصحاب لي بترول، جميع الصناعات الثقيله كان عندنا معاهم علاقات. وعندنا فروع حتى في افريقيا، وراه كانت شركه كبيره تبارك الله، راه من 1950 ولا 1960 هي خدامه هاد الشركه. المقر ديالها هو هذا، وكان لوزين هنايا، راه كان لوزين هنا كبير، تحولنا مؤخرا حتى 2013 رمت 2011، من 2011 حتى 13 تحولنا لواحد الوحده صناعيه في تيت مليل تابعه ليهم هي نيت. شنو هو المطالب ديالكم؟ المطالب راه باينه استاذ، راه الاجور ديالنا والمستحقات، حنا ما كنطالبوش شي حاجه. والرساله ديالنا كاينين جوج رسائل. الرساله الاولى لجلاله الملك الله يجازيه بخير، الله ينصرو، لانه يشوف من حال هاد الناس هادو، راه كنا 1000 ديال البشر، 1000 ديال البشر اللي كانت بقاو كينقصوا حتى ولات غير 370، 600 ديال البشر واكثر اللي مشات. بقات 370، راه 370 ضربيها انت غير في جوج ولا ثلاثه، كل واحد كيعيل الاسره ديالو. شوفي انت شحال ديال المسائل اللي ديال بنادم اللي مضرر من هادشي. كاينين حالات اللي وصلوا للطلاق، فرقوا على ولادهم وبنادم تشرد وخرجوا جراو عليهم من المساكين ديالهم. كاين اللي جراو عليه صحاب الكرا، كاين صحاب البنكات دابا اللي حاجز لهم على ديال لي كونت ديالهم. راه ماساه، راه ماساه كنعيشوها حنا دابا. الله يجازيكم بخير. الرساله اللي كنقول هي كما قلنا لصاحب جلاله الله ينصرو، اللي في العهد ديالو كنلاحظوا ان كاين العداله وكاين المصداقيه، كنطلبوا منه الله يجازيه بخير يشوف من حال هاد الناس هادو ويشوف من الحاله المزريه اللي وصلت لهم. المعاناه ديالنا كما عاود لكم الاخ هي معاناه يعني اللي كتمتد لمده خمس سنوات دابا منذ 2017، يعني وحنا كنعانيو بالحق. المعاناه كانت كتزاد كل مره درجه، يعني حتى وصلت ذاك العام 2021 وكنا كنتسالوا عام ديال الايام. ماشي كنقولوا هما راه قاطعين علينا، وانما كانوا كيعطيونا دي زافونس 1000 درهم، وراه كما نتوما عارفين يعني مع هاد غلاء الاسعار وهذا الشيء اللي واقع، راه شنو 1000 درهم ولا 2000 درهم باش تبقى تعطاك افونس. كانت جات واحد المناسبه كما قلنا ديال سامسونج، واحد الاتفاقيه ديال الصلح ما بين الشركه ديالنا والشركه ديال سامسونج، درنا فيها واحد التدخل ارادي في المحكمه التجاريه، جاب الله التيسير، يعني تخلصوا الناس في واحد 9 شهور. بقينا كنتسالوا، كانت الشركه ديالنا عندها مسطره الانقاذ في 2018 ما نجحتش فيها، دارت مسطره تسويه قضائيه في 2021 شهر ثلاثة تقريبا خداتها، حتى هي كذلك دابا حاليا ما نجحتش فيها. عند القسط الاول من سداد الديون غيكون هو هذا، ولكن احنا في ظل هذا الشيء هذا احنا كنا مستعدين، جميع العمال كانوا مستعدين انهم يضحوا يعني لا بالغالي وبالنفيس من اجل ان هذه الشركه تقعد. علاش؟ لان هاد الناس هذو كلهم الدم ديال الشركه كيسري لهم في العروق ديالهم. فعلا الناس ضحاو وعانات، لاننا شنا ناس مساكن كانوا يعني كاين اللي مسكين مرض نفسانيا، كاين اللي مسكين ولا طلق مرتو، كاين اللي رجع، كاين اللي ماشي ولاد كازا رجع لبلادهم.
شنو هو النشاط اللي كتزاولوا في هذه الشركه؟ هذا النشاط ديالها هو الصناعه الثقيله، كيديروا الفابريكاسيون ميتاليك، يعني بحال كيخدموا، اولا كيخدموا مع الشركات الكبار، يعني راه شركه كما قلت رائده في الميدان ديالها، راه كتخدموا مع لو سي بي، كانوا كيخدموا في لاسامير ملي كانت لاسامير تاهي في النشاط ديالها، سوكوين مع بيتروم مع افريقيا غاز مع اطلس صحارى مع سيمنس ليزوليان، يعني الطاقات المتجدده، يعني كتشد لي بروجي مع شركات كبار، يعني بالملايير كيتشدوا دي بروجي. كما قلت لك وكما قلت لك العمال، ديال المعاناه ديال العمال حاليا هي انه كاينين الاقتطاعات اللي كيتقطعوا وما كنتخلصوش فيهم، منهم صندوق لاسيمير من 2017، الا مشينا لعند في لاسيمير الاداره ديالهم كيقول لك انتم محبوس عليكم من 2017، ملي كنجيو هنا كنجيو الفيش دو بي لحد الان باقي كيتقطع، لي ميتويال اقتطاعات وما كاينش الرومبورسمون، يعني كانت يلاه دارت في 2021 هذا العام هذا داروا لنا سهام، دابا راه حبسات في شهر 8 ياك الدراري ولا شهر 9، واحد السيد مسكين راه هو كان دفعات لي البريزون شارج ديالو ما تخلصاتش ليه، ومسكين راه هو توفى. وكما قلت لك هذا الشيء هذا راه اي واحد فينا هنا غتلقاه كيعاني معاناه نفسيه اللي هي عالم بها الله، وكل واحد عمالي مخلص على مليون وما عطاوش، يعني اش نقول لك الله المستعان. حنا كما قلنا لهم حنا كنتو بغيتو تخدموا نتوما كاداره ديال الشركه، حنا مستعدين نضحيو وضحينا، ضحينا من 2017، ما كنتوش مستعدين باش سميتو، راه كما كيديروا الشركات الكبار، راه اي شركه كدير راه كتسميتو كتعيط على بنادم كتعطيه حسابه السلام عليكم، ما تمحنوناش لاش محنتونا، راه محنتونا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.